ساحة التضحية والفداء، من ساحة العطاء والشهداء، ساحة التحرير. عائلة الشهيد ريمون ريان اليوم حاضرة في ساحة التحرير لإقام مجلس عزاء على روحه وروح شهداء العراق، وهي عائلته اليوم اجت، وكل شباب العراق، كل الشباب اللي حامل غيرة على هذا الوطن أقاموا مجلس العزاء وتشيع رمزي للشهيد الغالي علينا وعلى كل العراقيين، وهي رسالة أبوه وأمه إلى كل العالم ولا كل العراقيين. فور صوتك يا نحن نشكر شباب التحرير، نشكر جهودهم، هو ابنهم واخوهم اللي استشهد، وان شاء الله ان شاء الله ينالون المراد اللي كانوا ويقاتلون عليه لحد هاي اللحظه ولحد هاي الساعه. وهذا ابني حاله حال اي شهيد استشهد بساحه التحرير، وهو راح فتوى للوطن وتراب الوطن، وشباب العراق ان شاء الله يحققون كل مطالب اللي هو طالب ومات عليها. رسالة أم الشهيد. إن شاء الله يا ربي تاخذون حق كل شهيد اللي وقع على هاي الأرض. هاي ساحة التحرير صارت قاعها، يعني صارت كلها دم الشهداء، وإن شاء الله أنتم مكانهم تاخذون حقهم وتكونون منصورين إن شاء الله، وهم مقبولين. اليوم ثالث الفاتحة، ليش أقمتوا العزاء في ساحة التحرير؟ طبعا القيمه، ابننا استشهد هنا، ابننا استشهد هنا، وهاي الشباب الحلوه، هاي الشباب الطيبه اللي ما خلت خسره وياي. انا طبعا اهلي مو هنا، انا من احنا اهلك، انا من مهجرين الموصل اللي هجرهم داعش، واهلي مو هنا، اهلي كلهم خارج العراق، بس انا وحدي، وكنت شايل هم شلون، بس الشباب كلها ما خلت خسره وياي، ولا حسيت انه انا وحدي بالعراق ابدا. دم الشهيد الغالي، دم الشهيد الغالي تاج تاج على الراس، دم الشهيد الغالي تاج تاج على الراس، دم الشهيد الغالي.